بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في السكشن ده هنتكلم عن الاسكادولينج. إيه هي أعمال التخطيط في المشروع؟ إيه هي التول والتكنيك اللي إحنا هنستخدمها في عملية الاسكادولينج؟ في البداية طبعا هنعرف إيه هي محتوى السكشن عندنا. عندنا أول حاجة هو الريليشن شيب تايبس، وهي أنواع العلاقات. يعني إيه فينيش تو ستارت؟ يعني إيه ستارت تو ستارت؟ يعني إيه ستارت تو فينيش؟ يعني إيه فينيش تو فينيش؟ بعد كده عندنا تاني جزء في السكشن هنتكلم على السكادولينج تولز فور كونستراكشن بروجكت. ايه هي الادوات اللي بنعمل بيها عملية الجدولة للمشروعات التشييد؟ عندنا اول نوع حاجة اسمها البار تشارت او الجانت تشارت. تاني حاجة عندنا الاكتيفيتي اون ارو. تالت حاجة عندنا الاكتيفيتي اون نودز. ورابع حاجة معانا الكريتيكال باث ميثود. وفي اخر حاجة هنتكلم عليها البروجكت ايفالويشن ريفيو تكنيك، دي هي البيرت. طبعا في البداية قبل ما ندخل، دكتور أحمد كان يتكلم معاكم قبل كده عن أنواع السكادولينج تولز اللي بنستخدمها عندنا في المشاريع الإنشائية علشان نعمل جدول للمشاريع، نعمل سيكونس بين الأكتيفيتي عشان نوصل في الآخر لمشروع معلوم الديوريشن لكل نشاط ومعلوم السيكونس بتاعه عشان نوصل في الآخر للديوريشن للتوتال ديوريشن للمشروع بتاعنا. ففي البداية هنتكلم على يعني ايه اصلا بريديسيسور ويعني ايه سكسيسور. البريديسيسور معناها النشاط السابق، السكسيسور معناها النشاط اللاحق. تمام. نيجي بعد كده نتكلم على انواع العلاقات بين الانشطة. اول حاجة عندنا الفينيش تو ستارت، يعني السكسيسور اكتيفيتي كانوت ستارت انتل بريديسيسور هاز فينيشد. يعني النشاط اللاحق لا يستطيع ان هو يبدأ الا في حالة ان النشاط السابق يكون ايه انتهى. طب finish to finish ده معناه ان النشاط اللاحق لو successor activity cannot finish until predecessor has finished، ده اللي هو النشاط اللاحق لا يستطيع ان هو ينتهي حتى النشاط السابق ايه ينتهي هو كمان. نيجي بعد كده ل start to start، معنى كده ان النشاطين هيبدأوا مع بعض. ان successor activity cannot start until predecessor a predecessor activity has started. بعد كده start to finish، ان successor activity cannot finish until a predecessor activity has finished. نيجي بعد كده اول تكنيك عندنا هو البار chart او جانت chart. ده هو اول نوع الناس توصلت ليه تقريبا، كان في بداية 1900 وحاجة. ده زي ما انتم شايفين هو كان بيمثل أنشطة المشروع ببارز. وعندي محور إكس ومحور واي. محور واي ده هو الأكتيفيتيز، ومحور إكس هو الدايز أو الأيام. وطبيعي زي ما احنا شايفين إن البارز بيعبر لي عن الديوريشن بتاع البند. طبعا مميزاته إن هو طبعا زي ما انت شايف الدنيا واضحة قدامك جدا، إن كل نشاط معروف مدته قد إيه، هيبدأ امتى، هينتهي امتى، ايه الانشطة اللي هتبقى شغالة في نفس الوقت، والكلام ده كله. ونيجي برضو ده اكزامبل تاني بيعرفنا برضو ده بار تشارت اللي عملية ايه صب سلابون جريد. سلابون جريد اللي احنا اتكلمنا عنها في السكشن اللي فات. طبعا العيوب اللي ظهرت في البار تشارت او جنت تشارت اللي هو ان انا لو عندي مشروع كبير هيبقى من الصعب عليا ان انا امثله بالبارز. يعني هيبقى عندي كمية بارز كبيرة جدا، هيبقى صعب عليا فهمها وصعب عليا ان انا استوعبها. علشان كده بدأ ان هم يفكروا في حاجة تانية وهي الاكتيفيتي اون ارو. الاكتيفيتي اون ارو هو تكنيك هيبدأوا يستخدموا فيه بقى السكادولينج، ان انا ابدأ اشوف اربط بين الانشطة عن طريق جدول او عن طريق شكل بياني هقدر من خلاله ان انا اوصل لمدة المشروع. زي ما احنا شايفين طبعا في الاكزامبل ده بيقول لك درو ذا ارو نتورك فور ذا بروجكت جيفن نيكست، مديني الاكتيفيتي ومديني البريسيدنج اكتيفيتي اللي هو النشاط السابق ليه. النشاط ايه طبعا بيتعرف لي على السهم، يبقى انا اسم النشاط ايه هو 10 20، النشاط بي الاسم بتاعه 20 30، وهكذا بقية الانشطة. يقول لك ان النشاط ايه ملوش نشاط سابق فهو يبقى اول نشاط، نشاط بي معتمد على ايه، جميل، ونشاط سي نفس الكلام معتمد على ايه، والنشاط دي معتمد على بي، وبالنسبة للنشاط ايه فهو معتمد على دي
وسي. طبعا ده بداية بقى ان انا ان هو يمثل الانشطة والسيكونس بتاعتها بشكل بياني. الموضوع بدأ يتطور شوية وعملوا حاجة اسمها اكتيفيتي اون نودز. اكتيفيتي اون نودز زي ما احنا شايفين برضو عندنا بيمثل الانشطة عن طريق نودز ويحط فيها اسم الايه اسم النشاط، وبرضو بتبين العلاقات مين قبل مين ومين بعد مين وهكذا. طبعا نتيجة تفكيرهم برضو في الاكتيفيتي اون ار اكتيفيتي اون نودز هي ليها مميزات. بدأ ان هو ممكن امثل انشطة كتير جدا قدامي عن طريق شكل بياني او تشارت هيبدأ من خلاله ان انا افهم الموضوع. ولكن العيوب اللي فيه ان هو مثلا هنا هيبقى مختصر شوية على الريليشن اللي هي فينش وستارت، النشاط ده هينتهي، النشاط ده هيبتدي، النشاط ده هينتهي، النشاط ده هيبتدي وهكذا. فطبعا احنا عندنا في المشاريع الانشائية زي ما احنا قلنا من شوية العلاقات بين الانشطة كتير جدا، زي اللي هو الفينش تو ستارت وستارت تو ستارت وستارت تو فينش وفينش تو فينش. فكان من الطبيعي ان هم يفكروا في حاجة تقدر تلم الكلام ده كله. وبعد كده فهم فكروا في حاجة اسمها الكريتيكال باس ميثود. قبل ما نتكلم على الكريتيكال باس ميثود نعرف الاول الديوريشن بحسبه ازاي، يعني الديوريشن بتاع الاكتيفيتي بحسبه ازاي، اي نشاط عايز احسب الديوريشن بتاعته احسبها له ازاي. بقول القانون بتاع الديوريشن بيساوي الورك كوانتيتي على النمبر اوف كرو في البرودكتيفيتي ريت. يعني ايه؟ يعني كمية العمل على عدد الاطقم في انتاجية الطقم الواحد هيديني النشاط هياخد وقت قد ايه. لو قلنا مثال على كده، لو قلنا مثلا انا عندي عايز اصب وليكن 500 متر مكعب خرسانة، وعندي عدد الاطقم في المشروع هو طقم واحد بتاع البامب، انتاجيته وليكن 500 متر مكعب، بمعنى كده ان 500 على واحد في 500 يبقى الناتج هو يوم واحد، يبقى عملية الصب هتتم خلال يوم واحد. ندخل بعد كده على شرح يعني ايه كريتيكال باث ميثود. الكريتيكال باث ميثود هي طريقة من خلالها بقدر ان انا اعرف اقل مدة للمشروع عن طريق ايه، عن طريق ان انا بحسب حاجة اسمها ايرلي ستارت وايرلي فينش وليت ستارت وليت فينش. تاني حاجة عايزين نقولها في الكريتيكال باث ميثود ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها فورورد وباكورد. فورورد ان انا بمشي المساله من الشمال لليمين لغايه، يعني بشتغل بمعنى اصح على الايرلي ستارت والايرلي فينش، بينما الباكورد وانا جاي من ورا وطالع لقدام بشتغل على حاجه اسمها الايه الليت ستارت والليت فينش. ده طبعا يعني ايه مجمل بسيط للكريتيكال باث ميثود. عايزين نعرف شوية يعني ايه early start ويعني ايه early finish ويعني ايه late start ويعني ايه late finish. early start هي أول مدة ممكن النشاط يبدأ بيها، وال early finish هي أول مدة ممكن النشاط ينتهي عندها في حالة لو بدأ بداية مبكرة، يبقى الاتنين دول مرتبطين ببعض. تاني حاجة late start وال late finish. late start هي آخر مدة ممكن النشاط يبدأ بيها، والليت فينش هي آخر مدة ممكن النشاط ينتهي بيها لو بدأ بدايته المتأخرة. يعني نشوف مثال على الكلام ده. لو أنا عندي مجموعة من الأكتيفيتي والديوريشن بتاعها والديبندنسي اللي هي الاعتمادية بتاعتها موجودة هنا، وده طبعا الفورمات بتاع البوكس اللي احنا هنشتغل عليه. البوكس بتاعي يبقى اكتيفيتي نيم، ايرلي ستارت، ايرلي فينش، ليت ستارت، ليت فينش، والديوريشن والتوتال فلوت. ممكن انت تحط الديوريشن مكان التوتال فلوت او التوتال فلوت مكان الديوريشن، مش هتفرق كتير. بالنسبة بقى للمسألة عندنا، في أول حاجة هتهمنا إن أنا أرسم أول حاجة العلاقة صح. لو رسمت العلاقة صح هيبقى عملية الحسابات دي جمع وطرح أرقام. تعالى نشوف هنا مع بعض. أول حاجة هو قال لك إن نشاط A و B و C الاعتمادية بتاعتهم هو الستارت، معنى كده إن هما التلاتة هيبدأوا مع بعض، يبقى هيبدأوا من الصفر. نشاط A مدته احنا قلنا نحط الديوريشن هنا هو 5، النشاط B مدته 4، النشاط سي مدته 3. مش هنركز دلوقتي في التوتال فلوت والفري فلوت، هيبقى ليهم سيكشن لوحده. يبقى انا عندي هنا لو قلت 0 + 5 هيبقى 5، 0 + 4 هيبقى 4، 0 + 3 هيبقى 3. نكمل بعد كده نرسم الاول وبعد كده نرجع نحل. انا عندي النشاط دي مدته 3 ومعتمد على ايه، النشاط اي مدته 6 ومعتمد على ايه وبي، النشاط جي معتمد على دي، والنشاط اتش معتمد على دي واي، والنشاط اف معتمد على سي. في الاخر اول حاجه بيطلبها مني هو عايز توتال ديوريشن. التوتال ديوريشن عشان احسبها لازم احط الديوريشن وابدا امشي مع كل مسار،
بمعنى ان انا عندي المسار الاولاني هنا هينتهي في اليوم الخامس، معنى كده النشاط دي والنشاط ايه المعتمدين على نشاط ايه هيبدأوا في اليوم الخامس، يبقى 5 + 3 = 8، 5 و6 = 11. نيجي بعد كده نشاط جي بيعتمد على نشاط دي، معنى كده ان هو هيبدأ في اليوم الثامن، 8 و9 = 17. النشاط اتش هيبدأ في اليوم جاي له هنا بقى نشاط هيبقى هيخلص في اليوم الثامن، ونشاط هيخلص في اليوم الحداشر. هينتظر مين؟ طبيعي ان هو هينتظر النشاط اللي هيتأخر اللي هو اليوم الحداشر، يبقى 11 و7 = 18. يجي النشاط اف جاي المفروض النشاط اللي قبله اللي هو نشاط سي هينتهي في اليوم الثالث، فهو هيبدأ في اليوم الثالث، 3 + الديوريشن بتاع النشاط اللي هو 4 هيبقى ايكوال كام؟ 7. يبقى انا عندي نهاية المشروع هتبقى مع نهاية اخر نشاط، فين اكبر رقم هنا؟ 17 ولا 18 ولا 7، هو رقم 18. ده يبقى انا كده مشيت في الاتجاه الفورورد، اشتغلت على الايه، اشتغلت على الايرلي ستارت والايرلي فينيش. طيب الباكورد، الباكورد وانا راجع بقى هشتغل على الليت ستارت والليت فينيش. فانا ال18 بتاعتي هبدأ ان انا اسقطها زي ما احنا شايفين في خانة الليت فينيش، بعد كده هطرحها منين؟ من الديوريشن، 18 - 7 = 11، 18 - 9 = 9، 18 - 4 = 14. وابدأ بقى بالراجع، يعني بالنسبة للمسار اللي فوق هنا انا جاي لي من هنا 9 وجاي لي من هنا 11، يبقى اخد النون هاخد الاصغر، يبقى التسعة، 9 - 3 = 6. طب هنا جاي لي من نشاط اتش، اتش يبقى 11، يبقى انا هاخد ال11 بتاع 11 - 6 = 5. اجي على نشاط ايه مرتبط بدي و اي، انا جاي لي 5 ايام من هنا وجاي لي 6 ايام هاخد الاصغر طبعا، هيبقى 5، 5 - 5 = 0. نشاط بي جاي لي من اي بس هاخد ال5، 5 - 4 = 1. النشاط سي جاي لي من الاف يبقى 14 - 3 = 11. وبكده يبقى احنا انتهينا من رسم، اول حاجة رسم المسألة، تاني حاجة حساب الايه الايرلي ستارت والايرلي فينش لكل نشاط، واخيرا بساعات بيطلب الايه الكريتيكال باث. الكريتيكال باث مثل زي ما احنا متفقين ان هو ايه اللي هيبقى التوتال فلوت بتاعه بصفر. طبعا احنا مش هنتكلم على الموضوع ده دلوقتي، هنتكلم عليه في السكشن القادم. نيجي بقى بعد كده لاخر حاجه هو البروجكت ايفالويشن ريفيو تكنيك اللي هو البيرت. البيرت دوت هو الكريتيكال باث ميثود، نفس الاستخدام بالظبط، بس الاختلاف الوحيد في الاستيميشن بتاع الديوريشن بتاع الاكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني مثلا ما اجي احسب الاكتيفيتي بقى هجيب حاجه اسمها 3 بوينت استيميشن. يعني ايه 3 بوينت استيميشن؟ باخد يعني في حاله ان انا بيبقى مش متوفر عندي في المشروع معلومات عن حساب الديوريشن، يعني ما اعرفش الكميه قد ايه، ما اعرفش عدد اللطقم قد ايه، ما اعرفش الانتاجيه بتاعتهم قد ايه، المشروع الشركه بتاعتي ما اشتغلتوش قبل كده، مشروع جديد عليها. فانا طبعا لما اجي اشتغل على الاكتيفيتي ديوريشن بستخدم المعادله دي. المعادله دي بتتكون من 3 لترز، الام والاو والبي. الام اللي هو الموست لايكلي، الاو اللي هي الاوبتيمستيك فاليو، البي البسيمستيك فاليو. القانون ده حاجه اسمها بيتا ديستريبيوشن، عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الاوبتيمستيك زائد 4 موست لايكلي زائد البسيمستيك على 6. يعني ايه؟ يعني مثلا انا مثلا هشتغل في نشاط انا ما اعرفش مدته قد ايه وما عنديش معلومات، هبدا اطبق المعادله دي عن طريق ايه؟ اول حاجه هشوف الموست لايكلي، يعني ان اكثر النشاط دوت لو انا اتنفذ في مشاريع قبل كده في مده قد ايه. يعني انا هجيب مثلا مشاريع مشابهه واشوف المده بتاعت اتنفذت في قد ايه اللي هو المعتاد يعني بينهم، تمام. فهيبقى ده الموست لايكلي. الاوبتيمستيك ده برضو هجيب المده بتاعت النشاط دي بس حاجه تفاؤليه شويه، يعني مثلا في انا عندي 3 مشاريع النشاط ده موجود فيهم، في مشروع النشاط ده انتهى فيه بعد 5 ايام، في مشروع تاني بعد 6 ايام، في مشروع تاني خلص بعد 8 ايام. فانا الاوبتيمستيك هاخد القيمه اللي هي الايه المتفائله شويه، اللي هي كام؟ اللي هي اقل رقم. البسيمستيك طبعا هاخد الرقم اللي هو الايه التشاؤمي الاكتر اللي هو اعلى رقم اللي هو الـ8، واطبق في المعادله الاو زائد 4 ام زائد البي على 6 هيديني الايه الديوريشن، الاستيميت بتاع الايه الديوريشن. وبكده يبقى احنا ايه خلصنا السكشن. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.